بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. مرحبا بكم في برنامجكم خليل تونس اللي تلقاوه كل يوم على نسمة قناة العائلة. انتم اللي تتفرجوا فينا، ندائي لكم اليوم خافوا على بعضكم، ردوا بالكم على بعضكم، ديما مسافة المتر بيناتنا حتى في الدار مع أمنا بونا وخيالنا وليداتنا، ردوا بالنا على رواحنا، نشدوا ديارنا، نقعدوا في ديارنا. هذه فرصة باش أكثر نقعدوا في وسط العائلة، باش تكون عنا فرصة اللي عنده دروس يقراهم، اللي عنده وليدات يلعب معاهم ويرد باله من بعيد لبعيد، اللي عنده عائلة مامات وعزيزه يلقاها فرصة ويبعد عليه زادة، اما يلقى فرصة باش يحكي له حاجة، باش يعطيه درس في الحياة، باش يقربوا أكثر لبعضهم. انتوما اللي تتفرجوا فينا زادة وتحبوا تعاونوا الناس المحتاجة، خاصة في الظرف هذا كيما قاعدين تشوفوا ناس زويولة وتعاني من قبل وزاد عليها فيروس الكورونا هذا المستجد، ان شاء الله ربي يلطف بينا، وان شاء الله انتوما ديما موجودين معانا بالتضامن والتآخي والتآزر، وديما يدنا في يد بعضنا، وديما موجودة كالأمل وكالإصرار على هزيمة الفيروس هذا، ونكونوا كلنا توانسة يد واحدة. تنجموا تتبرعوا للحساب الخاص اللي هو 18-18، ولا كما العادة تبعثونا لنا احنا مساعداتكم المالية، ولا اللي كتب من ربي اللي عندك تنجم تحب تقدمه للناس اللي تستحق والمحتاجة. اكيد انتم تعرفوا برنامج خليل تونس والجمعية عندها الخبرة الكافية في توزيع المساعدات، نجموا تتصلوا بنا، واكيد احنا باش تشوفوا بعينيكم وين مشيت مساعداتكم ولشكون تحديدا. نتعديوا لحكاية الليلة في خليل تونس اللي باش يهزنا الحي الزياتين من ولاية تونس. شادلية أبو عزيزي عمرها 67 سنة، معرسة وعندها 3 بنيات، واحدة معرسة وزوز يعيشوا معها. صغيرة فيهم اسمها ويسال عمرها 24 سنة، ويسال في 2018 صارت لها شك لأسباب خاصة، ومن نهارتها ما عادش تحرك يدها وساقها وحتى الكلام يصعب عليها. هزوها للطبيب ومع المساجات والعلاج الطبي واللي تتحرك شوي شوي، اما مازالت ما تمشيش مليح وما تقفش على ساقيها. شادلية تعبت معها برشا وما لقاوش باش يكملوا لها حصص العلاج. ليلى شادلية طالبه من اهل الخير يعاونوها تكمل علاج وترجع كيف ما كانت واحسن. كانت تخدم لباس عليها، كانت تقرا، كانت تلبس، كانت تتمكياج، كانت كيما البنات الكل نمشيو للبحر زاهين متفحنين وكل شيء. تو دانكو في رمضان 2018 نجينا نوقفوا فيها وتفتحت، رقدوا لي في شنيكو 3 أشهر وهي في الكوما، ما عادش تتحرك بكل، كانت لباس عليها تو دانكو طاحت فرد مرة لا تتحرك، لا عينيها واقفين يرقصوا كيما المونجيلا كا، يديها ما تحركهمش، بدنها ما يتحرك، ساقيها ما تحركش. ضربت لي 3 أشهر هكاكا، بعد بشوية بشوية بدات نقولوا احنا تفيق، بدات تحرك يديها، بدات تدور، بدات تتكلم، حتى كلامها مش مفهوم برشا برشا. دويها في شان نيكول صايي، أنا وصلت خذيت لها عملت لها كمبيالات 39 مليون الدواء نتاعها، وبعد شكيت وليت ناخذ فيها من ملكنا، وبعد كملت لها الدواء نتاعها هذاك الكل. قالوا لي تو لازمك تهز القصاب 9 أشهر وأنا نستنى في الرنجو نتاعها نتاع القصاب. فك 9 أشهر هذيك هي نورمالمون راهي تعمل في المساج نتاعها، أنا ما قدرتش باش نعملوا لها، ما عنديش الإمكانيات باش نعمل لها أنا لبرا. الراجل اللي كانت تخدم معاه يستنى فيها بدقيقه درجه باش ترجع له، بقعتها مخليها لها لتوا، يقول لي تبرا تمشي على ساقيه من هنا ترجع تخدم في بقعتها من هنا، ما نخير عليها حتى واحده اخرى. والله قلبي مقبوض برشا عليها، والله نرقد نوم الليل ما نرقدوش، نحس انا قلت تحريكه تحرك، نقول سي يا بنتي تقوم نجي نلقاها فرد بقعة، نمشي مثلا للسبيطار باش نجيب لها دواء نلقاها فرد بقعة، نبدا ما نحبش نظهر لها، نبدا قلبي دم، نبدا نبكي ساعة تجيني كيما هستيريا بالبكاء، نخرج للشارع نقول هاني باش نقضي حاجه وانا باش نبكي،
غيظتني بنتي، غيظتني فوق ما تتصور. خطرش عليش وقت حياتها، وقت دنيتها، وقت باش تتفرهد، وقت اللي شنو اللي رات من الدنيا باش يصير لها شيء هذا. هي حاجة ربي ما نقولوش ليه، اما تغيظ. انا الطب عطيني امل، اما يلزمك تستنى. لما الذي يلزم امكانيات، يلزم فلوس، يلزم متابعه. انا هذه كل ما نقدرش عليهم، انا ما نجمتهمش. انا كنت قبل نخدم ما نقولكش ليه، اما ملي مرضت لي هي نرقد بها في السبيطار تاع فام دو ميناج. نخدم فام دو ميناج الشركه باش يخليوك انت راقده في السبيطار وهو يعطيوك شهريه. انا توا الكوش لما الجيران اللي يعرفوني، واحده تجيب لي كعبتين، واحده تجيب لي ثلاثه، واحده تجيب لي باكو، ويقولوا لي استحفظ طفله في 24 سنه باش خليها بك على الكوش واحده نهار كامل. امنيتي الوحيده تقوم تمشي على ساقيها، امنيتي الوحيده ديك كيما انا كيما هي، امنيتها الوحيده تمشي لها على ساقيها. يلزمها مساجات، يلزمها لهوه في السبيطار بالقدا، خاطر السبيطار يتلهيه. ما نقولكش ما يتلهيهوش، اما مش كيف اللي واحده تو انا كان جات عندي فلوس ندخل بنتي للكلينيك، انا ما تنداويها، ناقف معاها. انا ضحيت، انا سامحني في الكلمه، انا شو عين فيها الماء باش نعمل عمليه مرتين نفوت الموعد خاطر ضريقنا معها في السبيطار. انا عيني اللي صار مره صغيره، انا راني ما عادش نجم. انا عمري 67 سنه، انا حاكمين عليا رزين لا، انا مريضه بالبرد، مريضه بتهشيش العظام، عذبت انا. انا نخاف لا يقدر تصير لي حاجه شكون بيها هي. بوها راس كبير ما ينجمش. انا وحدي متحمله المسؤوليه، انا وحدي. انا ما نجمت، ما عادش نجم انا. تقولي امي عايش ما تخلينيش. حتى كي نخرج باش نجيب لها الدواء ولا باش نمشي نعمل لها رونديفو ولا باش نمشي نعمل، امي فرحت ما تبطاش عليا، ما تخلينيش وحدي، راني نستوحش. ارحموني وارحموا بنتي راهي صغيره، عمرها 24 سنه، ما رات من الدنيا حتى شيء، ماذا بيا طبيب، ماذا بيا كلينيك، ماذا بيا اي حاجه في استطاعته يستبنى البنيه هذيا نعطيها له باش يتلهى لي بها. راهي ما رات من الدنيا حتى شيء، راهي ما زلت صغيره، راهي توا عامين ما تمشيش من بقعتها، ما تمشيش، ما تقفش. السيونس بتاع المساج غاليين برشا، انا ما نقدرش، مانيش نخدم. بوها ماهوش يخدم، بوها انتريتي شيخوخه ولا شنو ياخذ في شيخوخه، لا كفتنا ما، لا كفتنا ذا، ولا كفتنا معيشه، لا كفتني دواء للطفله، لا كفتني كش للطفله. انا راهو ظروفي على الاخر على الاخر على الاخر. يرحم والديكم، يرحم والديكم، يرحم والديكم، يرحم والديكم، انقذوا لي هالبنيه، راهي بنتكم، راهي صغيره مازلت ما رات من الدنيا حتى شيء، عمرها 24 سنه ما رات من الدنيا حتى شيء. الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، ويرحم خليل، والله لا ينحيكم. كما نقولوا ديما راهو المرض ما يشاورش، والحمد لله اللي لقات والديها واقفين معاها ولاهين بها. يظهر اللي هما ما عادش ينجموا يكملوا وحدهم، اللي لا طالبين وقفه من الخليليين والخليليات، وخاصه من الشباب اللي يتفرج فينا. احسبوها واحده من صاحباتكم، الناس الكل تقف مع وصال، وبحول الله ترجع لنا كيف ما كانت واحسن. وانتم اللي تتفرجوا فينا وتحبوا تعاونوا شاد ليا في علاج بنتها وصال، اتصلوا بينا ولا بعثوا سميس على الرقم اللي تشوفوا فيه اسفل الشاشه. وكان تحبوا تحكيوا لنا حكايتكم اتصلوا بينا على الرقم 46 555 556. وما تنساوش مع خليل تونس سبق الخير تلقى الخير، والله يرحم خليل. وما تنساوش زادة تشدوا دياركم. خليك للتوانسة خليل، وعاون المحتاج والقليل. وانتي زادة يلزمك تعاون، اتصل بينا على الرقم 46 55 55 57. ومع خليل تونس سبق الخير تلقى الخير.